طبعا الميداليتين البرونزيتين اللي حصدوهم يعني اتنين من اولاد مصر، يعني اعتقد ان ده رد عملي على الناس اللي كانت ايه بتقطم من اول ما قلنا ان في بعثه مصريه كبيره هتشارك، زي ما حصل قبل كده. على فكره دي مش اول مره، يعني مثلا لما مصر قبل كده اشتركت في كاس العالم في كره القدم قال لك ده احنا هنتظبط، لما مصر كانت بتلعب بايرن ميونخ ده بايرن ميونخ هيتروقنا. طب يعني في ناس انهزاميين بطبعهم الحقيقه، فالنغمه دي كانت دايره طول الفتره اللي فاتت، يعني وترديد كلمه الفشل والسخريه من مشاركه المصريين في البعثه المصريه. الحقيقه شيء يعني عجيب جدا، فكره الوصول فعلا للاولمبياد ده امر مش سهل، فكره ان انت تحصل على ميداليه في دوره اولمبيه ده شيء مش سهل، يعني بدليل بالمناسبه ان مصر حصلت يعني 32 ميداليه فقط في تاريخها مع الدورات الاولمبيه بشكل عام، منهم اخر ثلاث برونزيات في 2016 في ريو دي جانيرو، اثنين منهم كانوا في الاثقال لمحمد ايهاب وساره سمير، وفي التايكوندو لهدايا ملاك. وبالمناسبه ميداليه هدايا اللي حققتها امبارح سجلت اسمها كاول امراه عربيه تحقق هذا الانجاز بحصد ميداليتين في نسختين متتاليتين. وبالمناسبه برضو طالما بقى كلام اتفتح نفكر حضراتكم بانجازات المصريين في تاريخ الدورات الاولمبيه اللي انطلقت في ابريل من عام 1896. كرم جبر حصل على ميداليتين ذهبيه في بكين 2004 وفضيه في لندن 2012 طبعا في المصارعه الروماني. البطل ابراهيم شمس في رفع الاثقال برونزيه برلين سنه 1936 وذهبيه لندن بعدها بكذا سنه عام 1948. والمصري الوحيد اللي حقق ميداليتين في بطوله واحده كان البطل المصري فريد سمكه في لعبه الغطس، حصل على برونزيه وفضيه في دوره الالعاب الاولمبيه في امستردام سنه 1928.